500 هكتار الا درنا لها غير واحد 3 المليون ولا 4 المليون المترو راه كتطلع 60000 مليار. مؤتمر خيالي ما يعادل 60000 مليار. راه كتطلع 60000 مليار. 60000 مليار. واش عرفتي 60000 مليار شنو هي؟ راه ثروه كبيره. انا النص ديال هاد العرض اللي بغيت نعطيها للشعب، بغيت ندير بها سبيطارات وندير بها جوامع وندير بها مناجين. خوتي ما عندهمش، ما عندهمش فين يسكنوا. وعندنا اراضي سولانيه واراضي الجموع. كنحس بالحكره، كنحس بالحكره من 2003 وانا في هذا الملف هذا. راني عييت احبابي، عييت. انا عندي 1500 هكتار عنفاعين ديالو وصبات ما عنديش، الجريده الرسميه كانت 1916. عيد عيد داك الميل، عيد الميل. تبع قناه مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم من قلب مدينه الدار البيضاء. جينا عند بو محمد. بو محمد انه حارس السيارات، كيدعي انه كيملك واحد الكراج من الاراضي اللي مستغله هنايا، غيحاول يوضح لنا ويحكي لنا القصه ديالو. السلام عليكم خوتي احبابي، انا اليوم وثاني كنبان صوت وصوره معكم بوسرحان محمد. القضية ديالي، الدولة داتنا الأرض ديالنا فيها 1500 هكتار نزع الملكية وما مستافدينش، وهاد الأرض كياكلوا فيها وزراء وبرلمانيين ومستشارين، وكياكلوا فيها ناس اللي هما اش غادي نقول لك، حتى أناس سامون. خوتي حبابي، أنا حارس السيارات، بالله عليكم عندي 1500 هكتار وعايش مشرد، هاي في الشارع، عندي المرا زحافة، ما عنديش اللي غادي يعني ما عنديش اللي غادي ينفعني ولا يعاوني، ما عنديش اللي مدخول قار. وانا هاد الارض احبابي راه ما غنتخلاش عليها، راه جدودنا علمونا نموتوا على ولادنا ولا على بلادنا. بالله عليكم عندي ارض فيها 1500 هكتار والورثة عايشين مشردين، ها كاين على الاقل واحد 400 وريث. كاينين الورثة اللي توفوا الله يرحمهم ويرحم جميع الاموات المسلمة، داتهم الفقصة ديال هاد الارض هادي. كانوا كل نهار كيقولوا لنا راه حنا غادي نشدوا الارض، راه غنستافدوا، راه ديال جدنا. انت لدرجة كنا كنستغلوا الارض، كنا كنحرطوها، كنحرطوا الساحل من الساحل ديال لاكورنيش عين دياب، هاد المنطقة كلها كنا كنحرطوها. ملي كيجي المخزن كيقولنا هاد الأرض هادي راه غتاخذها الدولة، ما تبقاوش حرتو هنا، كنمشيو لبلاصة أخرى، كنقولوا جميع الأراضي ديالنا، ما يمكنش لنا نعارضوا ولا شي حاجة. وفعلا هادشي اللي كنا كنديروا. جات واحد الوقت بقى المعمار كيعمر علينا. أنا واحد الوقت كنت كنحرط الدوليز، دابا طلعوا على الدوليز كيولى المعمار. بقات عندنا واحد 2000 متر اللي فيها جدة الشهباب وسرحان، هزونا من دوليز وحطونا في كاريا المسعودي، هزونا من عرضنا وحطونا في عرضنا. وعرض هانتوما كتشوفوا المستثمرين العقاريين شنو دايرين فيها، كياخذوا العرض من عند الدولة بواحد الثمن بخس اللي هو 7 دراهم 10 دراهم المترو، وكيشيدوها وكيبيعوها ب 3 مليون 4 مليون المترو. بالله عليكم احبابي، هالدولة وهاد الصناديق ديالنا ديال الدولة عاش غادي تستافد؟ انا كنعرف نزع الملكية الى دارت كدير فيها منفعة عامة للشعب، كنديروا فيها سبيطار ولا مدرسة ولا جامع، ما نديروش فيها عمارات شاهقة. وانا احبابي راني عييت، راه من 2003 وانا كنغوت في هذا الملف هذا، لان شد اعلى سلطه في البلاد وهو جلاله الملك. انا كناشد وثاني جلاله الملك يعطينا حقنا ويعطينا حقنا ويعطينا حقنا. راه هذه الارض جلاله الملك راه ما غنتخلاوش عليها، حنا بقينا شادين الارض، جدودنا شادين الارض، والدينا شادين الارض، وحنا بقينا شادين الارض، ويجي وحدين اخرين يديوها، ماشي حرام، ماشي حرام.
ولكن كنطلب من المجتمع الدولي والرأي العام ينورني ويوريني اش غادي ندير قبل ما يلعب لي شي واحد فراسي. 500 هكتار الا درنا لها غير واحد 3 المليون ولا 4 المليون المترو راه كتطلع 60,000 مليار. 60,000 مليار، واش عرفتي 60,000 مليار شنو هي؟ راه ثروه كبيره. انا النص ديال هاد الارض هادي بغيت نعطيها للشعب، بغيت ندير بها سبيطارات وندير بها جوامع وندير بها ملاجئ. خوتي ما عندهمش فين يسكنوا، وعندنا اراضي سلاليه واراضي الجموع واراضي ديال المحبس ساكنه الارض. انا جدي موهب روضه، انا مع البحث ديالي مشيت لعند هناك المخزنيه وطلعت الاداره، واحد الموظف جبد واحد المجلد كبير، كتاب كبير، هو يقول الموظف صاحبه قال لي هاد الكتاب هذا راه عامر غير الاراضي ديال بوسرحان، الشاويه كلها ديالو. قال لي زكارا هو موهب واحد الارض في عنفا سيبيريور، موهب روضه اللي دفن الاموات المسلمه مكتوبه بحال هكا في المجلد، وماشي حرام. وشدوا ديك العرض اللي كانت مقبره وهجوا الروفات وراه بناوها فيلات في لانفا. وانا كنطلب من احبابي، كنطلب منكم توقفوا معايا، وكنطلب منكم تساندوني. وراه هاد الارض هادي راه عندها وثائق ديالها، حنا عندنا جدنا عنده تيتر مير 9421 سين في الكاداستر، يعني المحامي ما غاديش يجي وغادي يكتب انفا بلاج ديال هاد الناس، ما غادي يكتبش الساحل ديال هاد الناس. سي محمد، كيف مش ذكرتي عدد كبير من الورثه كنشوفوا كل يوم، انت الوحيد اللي كتناضل في هاد الملف، علاش؟ اييه كاينين، حنا اتفقنا كاينين تقريبا واحد 300 وريث، حنا اتفقنا باش منين نكون انا ونمشي انا ينوض واحد اخر يهز المشعل، منين يمشي الاخر ينوض الاخر يمشي يشد المشعل. انا هاد الارض هادي راه ما غنخليهاش احبابي ياكلوا فيها وزراء وياكلوا فيها برلمانيين ومستشارين، والشعب كيموت وانا كنموت احبابي، وانا معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي هنا بورقون في العريف، معروف في العنق، انا نزيد هنا في العنق وكبر هنا في الكريان، الحسني كلشي كيعرفني ومعروفين حنا من لك اصليون. وانا نعرف السي محمد دابا فين كيعيش، فين خدام، كما قلتي السياره، كيفاش داير الحاله المعيشيه ديالك؟ الحاله انا يرتى لها، حالتي يرتى لها، انا عندي 1500 هكتار عنف عندي وصبات ما عنديش. بالنسبه للعائله ديالك لا حول ولا قوه لهم، الناس خدامين عساسه ودي زاجون سيكوريتي، ما كاينش عندنا شي واحد اللي خدام موظف، ومعروفين هنا في لاكورنيش. درنا محامي وراه كتب، دار واحد الرساله لمجلس المدينه، الرساله الاولى ما جاوبوش، دار الرساله الثانيه ما جاوبوش. وهاد المحامي هذا راه من بعد خدم عام، من عطينا الورق عام هو خدام، كتب هاد الرساله. وشنو كاتب هاد الرساله؟ راه كاتب انفا بلاج، العقارات كلها كاتبه في هاد الرساله هادي، كاتب انفا بلاج، انفا بلاج ديالنا، هو كيعترف به بالتيتر ديالو اللي ولا هو انفا بليز. دابا جميع العقارات اللي كاينين تما قاعد بحث فيهم ولقاهم في اسم الدوله، وهما قبلا كانوا في اسم جدي، لان جدي عنده تيتر مير على الكاداس اللي هو 9421 سين. وانا احبابي كاع البيبان دقيتهم، مشيت عند محامين اخرين بعد، هو لان هو كتب في 2006، من بعد 2006 مشينا عنده قلنا له رفع لنا دعوه قضائيه ضد الدوله، هو 2006 قال لك ما عندناش حق، كانوا عندي خطوط حمراء، عندي خطوط حمراء ما يمكنش لي رفع دعوه في 2006. سي محمد، حاول تكلم لينا على الان، دابا واش دقيتي شي بيبان ديال شي محامي؟ مشينا عند محامين، المحامي اللي مشيت عنده ونعطيه الملف كيقول لك هذا الملف كبير، هذا الملف هذا راه خاصو على الاقل واحد 10 المليون ولا 15، كان يطلب لنا 20 مليون باش يفتح الملف. واش انا احبابي انا حارس الورثه لا حول ولا هم، ومشينا يفتح يجيب ب 20 مليون يعطيوها للمحامي؟ راه ما عندناش. وانا كنطلب جلالة الملك بعد الله سبحانه وتعالى، جلالة الملك يوقف معانا في هذا الملف هذا، يوقف معانا. وكنطلب من السيد الحموشي يوقف معانا ويشوف هاد مافيا العقار ويشوف هاد ناهبي المال العام
لان العرض ديالنا ولات محسوبه على المال العام، نزع الملكيه ولات محسوبه على المال العام، لان كيكفون فيها مستثمرين ومنعشين عقاريين، كيزوروا الوثائق وكيزوروا الوثائق من الدوله وكيبيعوها. وكنناشد جلاله الملك دائما يوقف معانا وبينا حق ديالنا، حنا راه ما عندنا جهد يا جلاله الملك. وكنطلب وناشد العمده ديال الدار البيضاء والوالي ديال الدار البيضاء والعامل ديال الدار البيضاء ينوضوا يوقفوا معانا. راني عييت احبابي، راني عييت احبابي، راه ما عاد فين غادي نمشي احبابي، انا فين غادي نمشي؟ ياك هذه على السلطه في البلاد، ياك انتوما اللي كتحكموا البلاد وكتخليوا وحدين وحنا كنموتوا، ماشي حرام، ماشي حرام عليكم؟ وقفوا معايا، وقفوا معايا احبابي، وقفوا معايا. تحس براسك محقورة سي محمد؟ كنحس بالحقرة، كنحس بالحقرة من 2003 وانا في هذا الملف هذا. راني عييت احبابي، عييت، راني عييت، راني عييت. معاك جميع الابواب دقيتها، وانت واحد اللي كيقول لك كينحني من باب الباب باب من إدارة لإدارة. والله عييت، انا ما بقاش عندي الجهد، عندي 60 عام وعندي المرأة زحافة وعايشين انا وياها في الدار. وشكون اللي غادي يدخل عندنا هي طيحه؟ نهار نطيح انا شكون اللي غادي يعتقني؟ ما عندي لا تقاعد، لا تغطيه صحيه، لا ضمان اجتماعي، لا والو.